أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بالعناوين. ميليشيات الحوثي تصاعد هجماتها باتجاه السعودية، والتحالف يتصدى لها ويسقط 9 مسيرات. التحالف يعتبر أن هجمات الميليشيات العدائية تعبر عن موقفها من الدعوة للمشاورات اليمنية. بريطانيا تقول إن روسيا كثفت قصفها العشوائي، وسلطات ماريوبول تتهمها باستهداف مدرسة يحتمي فيها المئات. الرئيس الأوكراني يعلن أن الحصار الروسي على ماريوبول إرهاب سيدخل في سجل جرائم الحرب. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودية اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب. وأكد بيان للتحالف أن ميليشيات الحوثي استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه بشقيق ومحطة توزيع تابعة لأرامكو بجازان. التحالف أعلن أن الهجمات الحوثية العدائية تسببت بأضرار مادية، طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مشددا على أن ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية المحمية بموجب القوانين الدولية. وأشار بيان للتحالف إلى أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا وتمثل موقف الميليشيات الحوثية من دعوة المشاورات اليمنية. وانضم إلينا من عدن العقيد الركن ياسر صالح المحلل العسكري. أهلا بك سيد ياسر. بداية، من خلال طبيعة الأهداف التي قامت ميليشيات الحوثي أو حاولت قصفها، ما الغاية من هذه الهجمات؟ نعم، بداية الهجوم الذي جاء في اتجاه المملكة العربية السعودية اليوم هو في حقيقة الأمر هجوم مركب ومعقد نوعا ما. لماذا؟ لعدة أسباب. مركب في من نوعية السلاح الذي تم الاستخدام فيه، اثنين سواء الأبعاد الداخلية أو الخارجية لهذا الهجوم، أو ثلاثة من ناحية نوعية الأهداف. عندما نتحدث عن نوعية الأهداف فنحن نشاهد 4 أهداف تم استهدافها، أو 4 أنواع من الأهداف تم استهدافها: محطة تحلية مياه، محطة كهرباء، محطة أرامكو النفطية الاستراتيجية، مطارات. إذن نحن نتحدث عن هجوم على مختلف مناحي الحياة الاستراتيجية والمنشآت المدنية المحرم دوليا استهدافها، وهو استمرار لنهج الميليشيا الحوثية في استهداف هذه الأعيان المدنية. ولكن اليوم الهجوم تعمد في اتجاه مختلف هذه المناحي، أي الأربع المنشآت أو الأربع الأصناف من أنواع الأهداف المدنية في استهداف واحد. هنالك أيضا هجوم مركب من ناحية نوعية السلاح المستخدم في هذا الهجوم. هنالك طيران مسير، وهنالك صواريخ باليستية متوسطة المدى وبعيد المدى، كروز كلها إيرانية الصنع. هنالك أيضا تركيبة معقدة في أبعاد هذه العملية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. على المستوى الداخلي هنالك انهزام للميليشيا الحوثية في عدم تحقيق أهدافها. قبل أن نتحدث عن هذه الجزئية، دعنا نبقى في إطار هذه الهجمات. هذه الهجمات حسب تحالف دعم الشرعية انطلق عدد منها من مطار صنعاء الدولي. هذا منشأة مدنية يتم استخدامها من قبل ميليشيات الحوثي لشن هجمات. في العرف العسكري عندما يتم استخدام منشأة مدنية لإطلاق هجمات عسكرية ضد أهداف مدنية، هل يمكن أن تصبح هدفا مشروعا؟ نعم، وفقا للقانون الدولي تصبح هدفا مشروعا وتسقط حصانتها مباشرة. وقد شاهدنا أيضا في الأشهر الماضية القليلة تم إسقاط الحصانة عن مطار صنعاء الدولي فور استخدامه بعد تكرار استخدامه لأغراض عسكرية، وشاهدنا
كيف تحول مطار صنعاء الدولي إلى قاعدة عسكرية لتوجيه الأعمال العدائية سواء بالطيران المسير أو سواء بالتجارب الدفاع الجوي على طيران الأمم المتحدة. هذا الانتهاك الصارخ لهذه القوانين الدولية هو استمرار لنهج الميليشيا الحوثية الذي لا تعترف لا بقوانين دولية ولا بأعراف دولية ولا بقيم إنسانية ولا بالقانون الداخلي اليمني، وبالتالي كل الأعيان المدنية استخدمتها الميليشيا الحوثية لأهدافها العسكرية. حتى على مستوى الداخل في المدارس على المستشفيات السفارات ومساكن البعثات الدبلوماسية، كل هذا سخرته الميليشيا الحوثية لخدمة أهدافها العسكرية. اليوم هو استمرار للنهج السابق من مطار صنعاء، كما سنشاهد هنالك عمليات عدائية ستنطلق من ميناء الحديدة، ستنطلق من منشآت مدنية أخرى. نعم، وصلت فكرة. كنت تتحدث عن ارتباط هذا التطور بالمشهد على الميدان داخل اليمن، وربطته بما يحدث في الجبهة الجنوبية شمال حجة، وأيضا فشل ميليشيات الحوثي في إحداث اختراق في جبهة مأرب. ما الرسالة التي أرادت إيصالها؟ الرسالة هي الانهزام الذي تعيشه الميليشيا الحوثية وخوفها المزمع من اتجاه توحد كلمة اليمنيين خلال المؤتمر الذي سيعقد نهاية هذا الشهر، سواء إما أن يكون هنالك سلام شامل وإما أن يكون هنالك توحد في الاتجاه البوصلة في اتجاه الميليشيا الحوثية واستعادة الدولة. هنالك رسالة أيضا أراد أن يرسلها الخبراء الإيرانيين المشرفين على الطيران المسير والصواريخ البالستية، بأن الحوار ليس مع اليمنيين في الرياض، وإنما الحوار يجب أن يكون من طهران. نحن من مسؤولين عن الحرب، ونحن من سنوجه الضربات الموجعة في اتجاه السعودية أو في اتجاه الداخل اليمني. هنالك أيضا بعد دولي لا يمكن أن تقرأ المشهد اليوم أو الذي حدث منذ 4 أيام بتوجيه هجمات في اتجاه منشأة أرامكو دون النظر إليه. هنالك صراع دولي حادث ما بين الشرق والغرب، وأرامكو اليوم هي كفة الميزان الذي ممكن ترجح أي كفة. وبالتالي في تصوري أن الميليشيا الحوثية وشهر العسل الذي تعيشه إيران مع الغرب أيضا سيعطي إيران دافع كبير لتحقيق كثير من أهدافها في المنطقة، ولعل الميليشيا الحوثية والحفاظ عليها هو أهم أهدافها التي تريد أن تكسبها من مفاوضاتها في الملف النووي الإيراني أو في شهر العسل الذي تستعد له مع الغرب. شكرا جزيلا على وجودك معنا العقيد ركن ياسر صالح المحلل العسكري، كنت معنا من عدن. أدانت مصر مواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها صوب الأراضي السعودية، وقالت في بيان إن الهجمات الحوثية عمل إرهابي دنيء يهدد أمن واستقرار المنطقة. كما اعتبرت القاهرة في بيانها أن الهجمات الحوثية تعد كذلك انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي. وأكد البيان المصري على التضامن والوقوف جنبا إلى جنب مع السعودية ومع كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الهجمات العدائية الحوثية. والمزيد متابع انضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي. أهلا بك دكتور اليوسفي، بداية قراءتك في توقيت هذه الهجمات، وإلى أي مدى يمثل هذا الرد الحوثي ربما الموقف الإيراني الحوثي من اليد السعودية الممدودة للمحادثات؟
خالص تحيلك أخي أستاذ إبراهيم والمشاهدين الكرام. رد الميليشيا الحوثية ومن رأيها نظام طهران واضح جدا من أي بوابة تفتح للسلام. الإخوة في مجلس التعاون الخليجي بذات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبقية دول التعارف العربي هي تدخلها في اليمن من أجل إرساء الاستقرار وصناعة السلام في اليمن وحماية الانتقال السياسي، وليس هدفها الحرب. الحرب التي تقوم الآن في اليمن هي حرب ضرورة، هي أداة من أدوات السياسة من أجل تحقيق الانتقال السياسي وحماية استقرار اليمن. والتعبيرات التي صدرت من مجلس التعاون الخليجي ومن قبلها المبادرة السعودية ومن قبلها كل المحاولات بالإرساء السلام هي رسالة واضحة للداخل والخارج أن الخليج ينظر لليمن كشقيق يريد استقراره، إلا أن الضرورات أيضا تفرض استخدام أدوات أخرى من أجل تحقيق السلام. ورد الميليشيا الحوثية واضح أنها ليس فقط ترفض السلام بل تسلك طريق الإرهاب. البيان المصري بتوصيفه للعملية إرهابية هو هذا هو التوصيف القانوني الحقيقي، أن هنالك إرهاب عابر للحدود يمارس من قبل الميليشيا الحوثية، بالإضافة إلى الإرهاب الآخر الذي هو تهديد الملاحة الدولية والذي والعملان القبيحان الإرهاب العابر للحدود وتهديد التجارة الدولية كانت التكييف القانوني الذي صدر على ضوء القرار 26/24 بتصنيف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية. دعني أعود إلى سياق آخر، أن ميليشيا الحوثية بتصعيدها الإرهابي باستهداف الأعيان المدنية المنشآت النفطية، أغلب الأهداف التي كانت مستهدفة اليوم كانت كلها منشآت نفطية وهذا يتعلق بأمن الطاقة والأمن السلمي الدوليين، كلها تصعيد باستجابة لقرار من مجلس الأمن. دعني أذكر المشاهد الكريم المادة 23 من القرار 26/24 والذي تحدث فيه القرار صراحة أن التدابير المتخذة في هذا القرار قابلة للتعزيز بناء على الاستجابة، وبالتالي ميليشيا الحوثي ذاهبة إلى سياق قانونيين يعني متى برأيك إلى الآن يعني ألم تتشكل قناعة حتى الآن لدى مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأن هذه الجماعة لا تجنح للسلم، وأنه في كل مرة يتم طرح مبادرة سياسية للتوصل إلى حل سلمي تقوم بالتصعيد عسكريا؟ متى ستتشكل هذه القناعة وسيكون لهذه القرارات أظافر؟ قد تشكلت القناعة أستاذ إبراهيم. التعبيرات الرسمية عن مجلس الأمن هي بيانات مجلس الأمر وقرارات مجلس الأمن، إلا أن الذي يفرق بيانات مجلس الأمن من قرارات مجلس الأمن أن بيان مجلس الأمن هو تعبير رسمي عن الإرادة الدولية، والبيان الذي صدر يوم 21 يناير 2022 كان واضحا بتوصيف ما فعلته الميليشيا الحوثية في مصفح ومطار أبو ظبي بالعمل الإرهابي الشنيع. دعا الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب ومواجهة هذا الإرهاب، اعتبره تهديدا للأمن السلمي الدولي، ثم جاء القرار 26/24 ليؤكد ذلك البيان وليصنف الميليشيا الحوثية جماعة إرهابية ويفرض عليها عقوبات هي ذات العقوبات المبنية على قرار سابق صدر في عام 2011 لمواجهة الإرهاب. بالتالي هذا هو الموقف، لكن هناك موقف آخر. تذكروا هذا الكلام جيدا، في شهر 7 القادم سيكون هنالك قرار جديد من مجلس الأمن بلغة مختلفة وبتدابير مختلفة لمكافحة، لكن من هنا وحتى شهر 7 أسعار الطاقة ترتفع في كل دول العالم، وهذه الهجمات ربما ستتسبب في زيادة هذه الأسعار. ألا تستوجب هذه الهجمات التي لا تستهدف السعودية فقط بل أمن الطاقة العالمي رد فعل لا يجب أن يتأخر حتى شهر 7؟ أستاذ إبراهيم، دعنا نتحدث على السياقات المتاحة. قرار مجلس الأمن المادة 9 والمادة 19 من قرار مجلس الأمن يلزم جميع الدول باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار، مضمون هذا القرار. وأعتقد أنه على المستوى الإقليمي الاتحاد الأوروبي قد أصدر قرارا بناء على القرار 26/24 يقيد فيه الأموال
ويحضر السفر، وهي القرارات، وهي بما معناه الإرهابي، استند أيضا لتهديد التجارة الدولية. وقرار الاتحاد الأوروبي كان واضحا على أنه قائم على أنه هناك إرهاب. صحيح لم يذكر كلمة الإرهاب في القرار، لكن كل الحيثيات القانونية تقول أنه إرهاب. مجلس الوزراء الداخلية العرب استجابة لقرار مجلس الأمن أيضا صنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، بين في قائمة قصيرة تضم أبشع الجماعات الإرهابية. هناك الآن استحقاق على الدول، ربما هذا التصعيد الذي يهدد أمن الطاقة الدوليين ربما نشهد تسريعا في تصنيف جماعة الحوثي جماعة الإرهابية. تذكر الأستاذ إبراهيم ومشاهدي قناة العربية والحدث أني تحدثت قبل سنة من الآن أن سيتم تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، ليس من أمريكا فقط بل من مختلف الدول ومن مجلس الأمن، وما زلت أؤكد ذلك. الأيام القادمة تذكروا هذا الكلام، الميليشيا الحوثية ستصنف كجماعة إرهابية من كثير من الدول، ليس فقط العربية بل من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي. وتذكروا هذا الكلام، الحرب في اليمن ستتحول من حرب على انقلاب لإنهاء التمرد إلى حرب على الإرهاب. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الملك اليوسفي المحلل السياسي اليمني، كنت معنا من القاهرة. مشاهدينا نبدأ ملف الأزمة الأوكرانية بالخبر العاجل. مفوضية اللاجئين، الحرب في أوكرانيا دفعت 10 ملايين شخص للنزوح داخل البلاد والفرار كلاجئين خارجها. من جهة ثانية أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 62 منشأة عسكرية أوكرانية خلال يوم واحد. وأوضحت الوزارة في بيان أنها قصفت منشأة عسكرية أوكرانية بصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال أطلقت من شبه جزيرة القرم. وأوضح الدفاع الروسي أنها أسقطت 207 مسيرات ودمرت 1467 دبابة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية. في الأثناء أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن روسيا لا تزال تحاصر عددا من المدن في أوكرانيا، وأضافت بأن الطيران الروسي شن قصفا عشوائيا على المناطق الحضرية في أوكرانيا وخلف أعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين. وبحسب معلومات وزارة الدفاع البريطانية فإن روسيا حققت تقدما ضئيلا في السيطرة على المدن المحاصرة الأسبوع الماضي. هذا وقصفت القوات الروسية مدرسة فنية في مدينة ماريوبل الساحلية الأوكرانية المحاصرة. وقال مجلس المدينة أن حوالي 400 مدني كانوا يحتمون في المدرسة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الرغم من أن المجلس قال إن المبنى دمر وأن هناك ضحايا تحت الأنقاض. كما تعرض أحد أكبر مصانع الصلب والمعادن في ماريوبل لأضرار جسيمة بسبب عمليات القصف التي تعرضت لها المدينة مؤخرا. ويعد مصنع أزوفستال أحد أكبر معامل الحديد في أوروبا، ما سيتسبب بخسائر اقتصادية فادحة لأوكرانيا. وقال نواب أوكرانيون إن القوات الروسية التي تحاصر ماريوبل دمرت عمليا المصنع رغم اتخاذ الشركة إجراءاتها الاحترازية. هذا واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن حصار روسيا لمدينة ماريوبل إرهاب سيدخل سجل جرائم الحرب، لافتا إلى أن محادثات السلام مع روسيا ضرورية رغم أنها ليست سهلة
ولا ممتعة. تصريح زيلينسكي يأتي في وقت أعلن فيه مجلس مدينة ماريوبل أن الآلاف من السكان اقتيدوا بالقوة إلى روسيا، بينما يرزح قرابة 400 ألف شخص تحت الحصار منذ أكثر من أسبوعين، مختبئين من القصف العنيف الذي قطع الإمدادات المركزية من الكهرباء والتدفئة والمياه. Блокадний Маріуполь увійде у історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який будуть згадувати і через століття. І чим більше українці говорять про це світові, тим більше ми знаходимо підтримки. Чим більше Росія застосовує терору проти України, тим гірше наслідки наступають для неї. والمزيد متابع انضم إلينا من كييف الدكتور أوراق رمضان، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور على قناة العربية. بداية، آخر التطورات الميدانية لديك في ماريوبل بداية وباقي المدن الأوكرانية. شكراً على الاستضافة. طبعاً مدينة ماريوبل أصبحت مدينة منكوبة، وهناك جرائم ترتقي لجرائم بطابع إنساني، لأن هناك حالة من الجوع. يعني هناك مواطنون هم يحتمون بالأقبية، يعني الحطام حتى الذي أنسف بسبب القصف، ويعني هناك عجز حتى في الحصول على الغذاء وعلى أقل مقومات الحياة. وكذلك الروس يحاولون الآن بالسيطرة على أزوفستال، وهو مركب الصلب والحديد الذي يعتبر من أهم المركبات في أوروبا كما ذكرتم. وفي هذه الحالة فإن القصف متواصل، والروس يحاولون يعني بحالة من كما ذكرتم يعني القيام ب يعني فتح مسالك إنسانية إلى العمق الروسي وإلى المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون، الشيء الذي طبعا أزعج وأغضب الحكومة الأوكرانية يعني بطريقة قسرية. فهم يأخذون الآلاف المواطنين إلى المناطق التي يسيطرون عليه، وذلك هم يريدون أن يتحكموا في هذا الرصيد البشري، في حين فقط هناك مجموعة يعني قليلة نسبيا من ناحية التعداد يعني تمكن إجلاؤها إلى المناطق الآمنة من العمق الأوكراني. في هذه الحالة فإن قوات الحرس الروسي كما يقول الحرس الوطني والقوات المسلحة وكذلك مجموعة من الشيشان الآن هم يقومون بتطويق أزوفستال، وكذلك هناك قطع بحرية بدأت تدخل. يعني اللافت دكتور أوراق، يعني حسب ما أكدته الأمم المتحدة على لسان المفوض الأممي، الآن 10 ملايين نازح ولاجئ في أوكرانيا، في حين أن القوات داخليا هناك 10 ملايين داخليا وخارجيا أيضا. هناك حصار للمدن، هل هذه استراتيجية جديدة للقوات الروسية لإفراغ المدن من المدنيين؟ نعم نحن نتوقع، وهذا لمسنا هذا الأمر منذ بداية الحملة. يعني كان هنا بالعاصمة كان القصف قوي في الجوار وأطال الكثير من البنى التحتية وخاصة مصنع أرتيوم، وسقطت عدة قذائف على المدينة. وأكد الناطق الرسمي باسم الدفاع الروسية الذي أكد أن هناك ممر مسلك من العاصمة ممكن استعماله، هو يقصد مسلك إلى مدينة فاسيلكوف، لكن هو الحقيقة يقصد مسلك طريق إلى أوديسا. في هذه الحالة فهذه الرسالة موجهة إلى المواطن الأوكراني أن يبدأ في النزوح وإخلاء المدن. هذه هي طبعا، هذه واضحة، هذه استراتيجية واضحة. المهم ما يهم الروس
هو السيطرة على مفاصل الاقتصاد الأوكراني. مثلا هنا حول العاصمة يقومون بحفر الخنادق ومن أجل التموقع والتحصين بالمعدات وكذلك ربما بالإسمنت المسلح، لتكون هذه المراكز تحت الأرض من أجل ترتيب بنية تحتية أولا للاتصالات والمواصلات، وربما من أجل بث الموجات للراديو والتلفزيون في المناطق التي يسيطرون عليها. فقط من أجل نود أن نستفيد من وجودك معنا دكتور أوراق لتطلعنا على التطورات في العاصمة كييف وما حولها، إلى أين وصلت المعارك؟ المعارك ما زالت في نفس المكان التي كانت عليها بالأمس وقبل الأمس، يعني من جهة برافاري من الجهة الشمالية الشرقية وإلى بوتشا وإربين، يعني لحد الآن لم يتمكنوا حتى من يعني الانتقال إلى ضفة النهر، فهم متواجدون ولكن الآن يقومون بإعادة ترتيب البنية التحتية الدفاعية لهم يعني على الأراضي الأوكرانية في الجوار العاصمة. كما ذكرت أظن هم يحضرون لحصار وتجويع العاصمة، أظن أن العاصمة سيتركونها في حلقة أخرى أو محطة أخرى من عملياتهم العسكرية، في حين الآن بخصوص العاصمة يحاولون السيطرة على ما يعرف بالسد المائي، وهو سد عظيم على وهو من الذي يعني يغذي وهو يعني عند ظهر دنيبر ويغذي الماء لصالح الشرب بكل العاصمة. ففي الحالة إذا سيطروا على هذا المنشأة فهذا كذلك يعتبر من العناصر. بعجالة، نعلم أنك لست خبيرا عسكريا، لكن عندما نستمع الأنباء تشير إلى أن القوات الروسية التي تحاصر كييف بدأت بعمل سواتر، هل هذا يشي بأن أنها ستبقى في أماكنها ولن تدخل المدينة؟ لا لا، هذا يعني أنها ستعيد بناء البنية التحتية في الاجتماعية وإعادة ترتيب السلطة، هكذا أفهم، لأن هناك الكثير من الأشرطة من الانفصاليين ومن الذين كانوا في السلطة يعني قبل 2014 وحضروا بهم وهم يريدون استعمالهم كاستقطاب لتنظيم ما يعرف بالسلطة المحلية في تلك المناطق التي يعني يتواجدون فيها، في حين فقط كما ذكرت هو عبارة عن حصار جدار مثل جدار برلين طبعا نسبيا من أجل إعادة ترتيب البنية التحتية، وكذلك أظن من أجل أن تكون هناك بنية للتواصل والاتصال والبث التلفزيوني والراديو الذي سيشوش على المواطن الأوكراني في تلك المنطقة، فهي عملية ابتزازية وعملية إرهابية في فقط الواحد. أشير إلى هذا الخبر العاجل، الرئاسة الأوكرانية تؤكد أن خطر الهجوم من بيلاروسيا على غرب البلاد قائم، وأود أن أخذ رأيك عن المعلومات التي تشير إلى أنه روسيا وأوكرانيا تقتربان من الاتفاق بشأن قضايا مهمة، ما مدى دقة هذه المعلومات حسب ما يصلكم من أنباء؟ نعم، بخصوص المحور أو المسار التفاوضي هناك تقدم بخصوص ما يتعلق بالحيادية ومسألة تقديم الضمانات، وهذا أمر أصبح جليا يعني هناك تقدم في هذا الأمر، ولكن ما يخص النزع النازية الجديدة هذا الأوكران لن يفهم ذلك، ولكن الروس وعلى لسان وزير الخارجية لافروف يؤكد على يجب تغيير في الدستور الأوكراني للسماح للمكون الناطق باللغة الروسية أن يمارس حقوقه في الدراسة وفي التعامل المدني وفي المحاكم، يعني كل ما يخص التعامل باللغة الروسية، فهذا الأمر كذلك أصبح كذلك محل نقاش. أما ما يخص الاعتراف بالكيانين الانفصاليين وكذلك أن شبه جزيرة القرم هو جزء من السيادة الروسية هذا مرفوض نهائي، لذلك حتى أنه لا يتطرق إليه، فالمسألة مباشرة سيتطرقون إلى ما مسألة الحيادية. ذكرت بالنسبة بيلاروسيا هناك خطر أن ربما بيلاروسيا ستندرج وتنخرط في العملية العسكرية ولو بالدعم اللوجستي بتقديم يعني المكتب الرئاسي يقول أنه في تهديدات بهجوم روسيا البيضاء على منطقة فولين غرب أوكرانيا وأن هذه التهديدات مرتفعة. أنا أشكرك حتى الساعة على وجودك معنا الدكتور أوراق رمضان المشرف على مركز الأوراسي الدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل.
فوضية اللاجئين تقول إن الحرب بأوكرانيا جعلت 10 ملايين شخص ما بين نازح ولاجئ. ميليشيات الحوثي تصعد هجماتها باتجاه السعودية والتحالف يتصدى لها ويسقط 9 مسيرات. التحالف يعتبر أن هجمات الميليشيات العدائية تعبر عن موقفها من الدعوة للمشاورات اليمنية. بريطانيا تقول أن روسيا كثفت قصفها العشوائي، وسلطات ماريوبل تتهمها باستهداف مدرسة يحتمي فيها المئات. الرئيس الأوكراني يعلن أن الحصار الروسي على ماريوبل إرهاب سيدخل في سجل جرائم الحرب. أهلا بكم الجديد. قالت مفوضية اللاجئين أن الحرب في أوكرانيا جعلت 10 ملايين شخص ما بين نازح ولاجئ. قبل ذلك قال متحدث باسم المفوضية أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى خارج البلاد وصل إلى أكثر من 3,200,000 شخص. حاليا الوضع كالتالي: 3,200,000 لاجئ باتوا خارج أوكرانيا، ومليونان غيرهم نزحوا إلى داخل البلاد، وذلك في غضون 3 أسابيع فقط، وهو تاريخ بدء الصراع حتى يومنا. وقد اضطر نحو 5 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم. بالتالي فإن 1 من كل 8 أوكرانيين أصبحوا نازحين في البلد أو خارجه، ونخشى أن الرقم لا يزال في ارتفاع. حذر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من زرع أوكرانيا لمئات الألغام البحرية في 4 موانئ رئيسية في البلاد. وقال الأمن الفيدرالي الروسي إن ميناء أوديسا من ضمن هذه الموانئ، مشيرا إلى أن بعض هذه الألغام لم يتم تثبيتها بشكل جيد، ويشكل خطر جرافة أن تصل إلى مضيق البسفور في تركيا. كشفت 3 مصادر لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة أثارت بشكل غير رسمي مع تركيا احتمال إرسال أنظمة دفاع صاروخي روسية الصنع من طراز S-400 إلى أوكرانيا لمساعدتها في محاربة القوات الروسية. وأوضحت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا الاقتراح على نظرائهم الأتراك الشهر الماضي، لكن لم يتم تقديم طلب محدد أو رسمي. نشرت شبكة نيكس البيلاروسية على صفحتها على موقع تويتر مشاهد لحافلات تنقل الجرحى الروس خلال مرورها عبر مدينة غوميل في بيلاروسيا. وانضم إلينا من موسكو أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمر قناة. أهلا بك دكتور عمر. بداية تعليقك على هذه الأخبار التي أشارت حسب المكتب الرئاسي الأوكراني ونقلا عن الجيش بأن احتمال دخول روسيا البيضاء على الحرب وارد من منطقة فولين، ونحن تابعنا في الصور السابقة صور نقل الجنود الروس إلى بيلاروسيا. إلى أي مدى هذا الاحتمال وارد من وجهة نظركم في ظل يعني مراوحة العملية العسكرية حول كييف مكانها؟ تحياتي سيد الكريم. لا أعتقد أنه سيكون هناك يعني انخراط بيلاروسي في يعني اليوم ما نراه يعني من العملية العسكرية الخاصة، وذلك أنه يعني لا ضرورة من تكثيف يعني القوة العسكرية في تلك المنطقة. نرى يعني اليوم أن الحديث يعني كثير حول العملية العسكرية وفي يعني نقاط تباطؤ أو فشل معين، هذه كلها يعني لغاية الآن أمام تكهنات يعني غربية وضعت كسيناريو وهم ينطلقون يعني منها. باعتقاد العملية هي يعني تحقق يعني أهدافها، لكن يعني بشكل منسق، وأيضا يعني لكي لا يعني للحفاظ على المدنيين. ولا ننسى يعني أن أي عملية عسكرية هي يعني تأتي موازية للخط السياسي، والحديث هنا يعني في الأزمة الأوكرانية وليست يعني معركة أو حرب بين روسيا وأوكرانيا، ما هي إلا جزء يعني من المعادلة الدولية. والتفاوضات يعني التي نراها أيضا يعني اليوم هي
أيضا يعني جزء تمهيدي للمعادلات القادمة. لكن هذه المعادلات الأوكرانيون يدفعون ثمنها، الأنباء تشير إلى أن 10 ملايين أوكراني باتوا ما بين نازح ولاجئ داخل وخارج أوكرانيا، وبالتالي هناك اتهامات لروسيا بأنها تحاول إفراغ المدن من سكانها، كيف تردون على هذا الأمر؟ السيد الكريم، يعني لا ننسى أن نحن في يعني في حالة يعني حرب إعلامية، وحتى يعني ملف اللاجئين يعني هو ملف أيضا يعني يوظف سياسيا لخلق يعني أزمة دولية أن السبب الرئيسي فيها يعني هي روسيا. المشاهد يعني المشهد الأوكراني اليوم الذي نراه هو ليس وليدة يعني الحاضر، هو يعني استمرارا لعملية سياسية ممنهجة لمحاولة يعني إضعاف روسيا وتطويقها من جميع الجهات، وأعني هنا يعني فيما تعلق بمسألة الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا وتمدد حلف الناتو. اليوم يعني نرى أن عملية يعني اللاجئين هي باعتقاد يعني هم يخرجونهم يعني قصرا، وذلك رأينا أيضا من خلال التسهيلات يعني الغير مسبوقة للاجئين يعني وتعري المنظومة الغربية في مفهوم يعني ازدواجية المعاني. لكن هؤلاء يعني اللاجئين يتجهون إلى روسيا أيضا، وهي تفتح أبوابها لاستقبالهم. سيدي الكريم، يعني هناك لاجئون أكثر من 1 مليون لاجئ أوكراني نزحوا يعني وقدموا باللجوء إلى روسيا منذ عام 2014. لا أحد يتكلم يعني حتى عن المجازر وعن 14,000 يعني قد قتلوا في عام 2014 و2015، يعني وخاصة من قبل هذه الكتائب يعني النازية التي نراها تتمركز اليوم يعني في ماريوبل. فدعنا يعني ننطلق بعيدا عن العاطفة السياسية، اليوم نحن أمام المعادلات يعني الحقيقية والتي يعني من خلالها الغرب يحاول يعني تمرير مصالحه الجيوستراتيجية، وهنا الآن يعني نحن أمام منعطفات خطيرة يعني باعتقادي أن ارتداداتها بدأنا نراها على المنظومة الاقتصادية الدولية وأيضا يعني على مفهوم منظومة العلاقات الدولية من خلال يعني التكتلات التي يعني بدأت في الظهور لغاية الآن هي على مستوى يعني سياسي وجيوسياسي، ولكن ممكن أن تطور إلى يعني ائتلافات عسكرية. طيب دعنا نتحدث عن جزئية فرص التوصل إلى حل سياسي يجنب روسيا وأوكرانيا المزيد من الضحايا. هل ترى بأن بالسقف الذي وضعته موسكو يمكن التوصل إلى حل سلمي بين كييف وموسكو؟ سيدي، يعني مرة أخرى المعادلة هي ليست روسية أوكرانية، المعادلة واضحة هي روسية غربية. الولايات المتحدة اليوم تستخدم يعني أوكرانيا وللأسف الشديد يعني كما كان في السابق كساحة يعني ومسرح لهذه التفاعلات الدولية، وقد ضحوا يعني ضحوا أو بداية بالسلطة السياسية والنخب السياسية الأوكرانية، والآن يضحون يعني بالمجتمع الأوكراني بالكامل من خلال يعني الزج بالأسلحة، الزج بالمرتزقة، والكل يعني يعلم تداعياتها على المجتمع الأوكراني، ومن ثم ممكن أن تنتقل إلى يعني الوسط الأوروبي. الحديث يأتي اليوم عن يعني الولايات المتحدة لا تريد خوض اليوم يعني هذه المفاوضات، وذلك لأنها تعول على إضعاف الموقف التفاوضي الروسي في المرحلة القادمة من خلال انتظار التداعيات الاقتصادية، وبين قوسين يعني انهيار الاقتصاد الروسي، ولكننا نرى يعني حالات مغايرة بل معاكسة يعني لما يجري. فلذلك يعني اليوم السلطة السياسية في أوكرانيا، الطرف الأوكراني هو فقط أداة تستخدم من خلال يعني وفي العاجل الآن الرئيس فولودمير زيلينسكي يعلق نشاط الأحزاب السياسية ذات الصلة بروسيا. أنا أشكرك على وجودك معنا الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من موسكو. هذه النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الصين تقول إن موقفها من الأزمة الأوكرانية موضوعي وعادل ويتماشى مع تطلعات معظم الدول. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية موقف موضوعي وعادل ويتماشى مع تطلعات معظم الدول،
ورفض الوزير الصيني أي محاولات لإكراه بلاده، مشيرا إلى أن بكين لن تقبل بأي ضغط خارجي وأنها تعارض ما وصفه بالاتهامات المريبة، مضيفا أن الوقت سيظهر أن موقف الصين في الجانب الصحيح من التاريخ. وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من محادثات فيديو بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن حول الوضع في أوكرانيا والعلاقات الثنائية. وانضم إلينا من بكين الصحفي عامر تمام. أهلا بك سيد عامر، برأيك إلى أي مدى تعكس هذه التصريحات ربما عدم نجاح التواصل بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني بخصوص الأزمة الأوكرانية؟ هو عفوا، أنا عمر منصور وليس عمر تمام. عمر منصور؟ نعم، صح، عمرو منصور. نعم، للتوضيح، الموقف الصيني، نعم، الموقف الصيني يتسق مع رؤية الصين لمحاولة حلحلة الأزمة الأوكرانية. المواقف الأخرى المتعلقة بالأزمة، طرفي الأزمة، الجانب الأوكراني أو الجانب الروسي، هناك تصريحات متبادلة بين الطرفين، بعضها يدعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية لحلحلة الأزمة، وبعضها يتخذ الشكل التصعيدي. عندما يتحدث الرئيس الأوكراني عن استعداد بلاده لإجراء محادثات شاملة مع الجانب الروسي، ويتحدث قبل يومين أنه مستعد للقاء قمة مع الرئيس الروسي، هو في إطار دفع عملية المفاوضات، وهذا يتسق مع الجانب الصيني. بالجانب الآخر، الرئيس الروسي في محادثاته الأخيرة مع الجانبين الألماني والفرنسي تحدث أيضا عن استعداد بلاده لتسريع عملية المفاوضات. إذن الجانب الصيني يرى أن هناك إمكانية حقيقية. حتى رئيس بايدن في مقابلته مع الرئيس الصيني تحدث عن دعم بلاده لعملية المفاوضات، وهو لا لا، لكن حتى الآن المفاوضات تسير بشكل ثنائي بين كييف وموسكو. أود أن أستفسر منك، عندما تتحدث أو يتحدث وزير الخارجية عن أن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية موضوعي وعادل ويتماشى مع تطلعات معظم الدول، عن أي دول يتحدث؟ يتحدث الجانب الصيني عن الدول التي قررت أن تتخذ موقف حياد، فهي من جهة ترفض استخدام القوى العسكرية لحل الأزمة الأوكرانية، ومن جهة أخرى ترفض مسألة فرض عقوبات على الجانب الروسي، باعتبار أن هذه العقوبات لن تفيد أي طرف، بل ستضر جميع الأطراف وتضر الاقتصاد العالمي. إذن هذا ما نراه بكين، ترى أن كثير من الدول ودول مؤثرة، منها دول عربية والبرازيل والهند، ترفض أن تميل إلى أحد طرفي الأزمة. طيب، عندما يتحدث وزير الخارجية الصيني عن رفضه لمحاولات الإكراه أو ممارسة أي ضغوط خارجية، عن أي جانب يتحدث؟ هل يتحدث عن جانب الاقتصادي؟ هل يعني هذا بأن الصين ستتعاون اقتصاديا مع موسكو رغم العقوبات المفروضة؟ هو يتحدث عن رفض الضغوط. الضغوط المقصود بها هنا هو ضغوط إجبار بكين على اتخاذ أحد المواقف، إما مع الجانب الروسي أو مع جانب الولايات المتحدة وحلف الناتو. الصين ترى أنها تقف على الحياد، تؤكد أنها ترتبط نعم بعلاقات قوية واقتصادية مؤثرة مع روسيا، وفي الوقت نفسه تؤكد أنها ترفض استخدام روسيا للحل العسكري، وترى أنه ضرورة وجود جلسة مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني، وفي الوقت نفسه جلسة مفاوضات مباشرة بين الجانب الروسي وجانب حلف الناتو. هذا ما تقصده الصين بالضغوط. الضغوط هي مقصود بها مرة أخرى هي رفض أن تحسب على أحد طرفي الأزمة. هي ترى أنها طرف محايد وأنها قد، لكن هل ستلتزم بالعقوبات المفروضة على روسيا كما فهمتم من هذا البيان؟ الالتزام بالعقوبات المفروضة على روسيا معناها أن الصين انحازت إلى الرؤية الأمريكية ورؤية حلف الناتو، وهذا ترفضه بكين. بكين تراها لن تكون محسوبة على أي طرف من طرفي الأزمة، لن تدعم روسيا عسكريا كما خرجت بعض التسريبات الأمريكية، وبالمقابل لن تقبل بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا وتصبح في صف حلف الناتو وأمريكا. هي ترى
أنها مع فرنسا مع ألمانيا يمكن أن يشكلوا فريق عمل للوصول إلى حل دبلوماسي أو دعم عملية المفاوضات بين أطراف الأزمة الأوكرانية. أنا أشكرك على وجودك معنا عمر منصور الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من بكين. الآن إلى أخبار المال والأعمال مع لارا. صباح الخير لارا. صباح الخير، شكرا إبراهيم. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن ارتفاعات قوية في سوق الأسهم السعودية، بدأنا الجلسة على مكاسب تخطت 1%، الآن ارتفاعات 14% بعد مكاسب أسبوعية وصلت إلى فوق 1% على مؤشر السوق. بسقط ارتفاعات محدودة، البحرين أكثر من 1%، الكويت الأول كان فيه شيء من المكاسب، محى الآن كل الارتفاعات. إذا لنلقي نظرة على سوق الأسهم السعودية، نظرة مفصلة على تداولات الأسهم هناك وخاصة سهم أرامكو، نتائج مهمة جدا نسمعها من الشركة، نتائج أفضل من التوقعات. أكيد الارتفاع في أسعار الخام في العام الماضي بأكثر من 50% من العوامل الأساسية اللي دعمت هذه النتائج، أضف إليها توحيد نتائج سبك في نتائج أرامكو للعام الماضي. الأرباح الصافية 412 مليار ريال، نمت ب 124%، هذا نقارنه مع توقعات كانت بأن تأتي الأرباح بحدود 400 مليون ريال. هذه ارتفاعات أرامكو منذ مطلع العام، نتحدث عن مكاسب ب 20%، المكاسب تستمر لأرامكو في ظل الارتفاعات المستمرة على أسعار النفط. الشركة تعلن عن توزيع 70 مليار ريال عن الربع الرابع، ما يوازي 35 هللة، وبالتالي مجمل التوزيعات مثل ما كان مخطط لأرامكو، هي توزع كل عام 75 مليار دولار. أيضا تعلن عن توزيعات منحة، الأمر المفاجئ، توزيعات المنحة سهم مجاني لكل 10 أسهم قائمة، وبالتالي تحول 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة إلى رأس مال الشركة. كذلك سمعنا عدة تصريحات على هامش الإعلان على هذه النتائج من الرئيس التنفيذي وأيضا الرئيس المالي لأرامكو. أذكر منا موضوع تعافي على الطلب على النفط يتوقعه أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو، العودة إلى الطلب ما قبل الجائحة بنهاية العام 2022، ولكن يتوقع أنه السوق هذا العام سوف تبقى وضع السوق سوف يبقى تشددي ضيق، يعني في قلة في المعروض بالمقارنة مع الطلب. كذلك الشركة تقول بأنها تأمل بحسب تصريحات للرئيس المالي بأنها تأمل بأن تبقي على استدامة التوزيعات النقدية أو حتى إمكانية رفعها في السنوات المقبلة. أيضا فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية الكابكس، تنوي رفع لهذا العام إلى 40 مليار، بين 40 إلى 50 مليار كانت مليار دولار كانت توزيعات أو عفوا كانت النفقات الرأسمالية في العام الماضي، هي بحدود 32 مليار دولار إذن لأرامكو. نبقي عيوننا على سهم أرامكو، وهناك أيضا أسهم أخرى اليوم نتابعها أعلنت عن نتائج أعمال من ضمن الكيميائية السعودية، تراجع ب 5% في الأرباح السنوية. المزيد بالطبع في نشراتنا بعد قليل، أما الآن عودة مجددا إليك إبراهيم. شكرا لارا. أعلن بيان للجيش الإسرائيلي إحباط وتوقيف خلايا كانت تخطط لأعمال تخريبية على الحدود مع لبنان، وأضاف البيان بأن المحور الإيراني يقوم بمحاولات لتنفيذ عمليات تخريبية وتهريب أسلحة ومخدرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي أشار في بيانه إلى أنه تم إحباط أعمال تهريب شملت عشرات المسدسات وعشرات الكيلوغرامات من المخدرات، كما تم اعتقال شخصين إسرائيليين مشتبه فيهما يعملان برعاية ميليشيا حزب الله وبتوجيهات من المدعو خليل حرب، الذي كشف النقاب مؤخرا عن تورطه في أعمال تهريب المخدرات والأسلحة إلى داخل إسرائيل.
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة قذائف صواريخ قصيرة المدى صباح اليوم. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن القاذفات أطلقت لمدة ساعة نحو الساحل الغربي من مقاطعة بيونغيانغ الجنوبية. عقد مجلس الأمن القومي في كوريا الجنوبية اجتماعا طارئا بشأن إطلاق بيونغيانغ للصواريخ. يأتي هذا وسط توتر عسكري متصاعد في المنطقة بعد سلسلة عمليات إطلاق صواريخ من قبل كوريا الشمالية. أعلن مسؤول في الحماية المدنية التونسية أن عدد القتلى جراء غرق سفينة مهاجرين قبالة تونس ارتفع إلى 20، معظمهم من السوريين. وقال المسؤول التونسي أن الضحايا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا، فيما لا يزال البحث جاريا عن ناجين. قالت السلطات البريطانية أن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول البريطانية مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة. وأضافت خدمات الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة شيشاير بأن الحريق أثر على نحو 500 متر مربع من المستنقعات، ومن المحتمل أن يكون قد بدأ بشكل متعمد. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها: ميليشيات الحوثي تصاعد هجماتها باتجاه السعودية والتحالف يتصدى لها ويسقط 9 مسيرة. التحالف يعتبر أن هجمات الميليشيات العدائية تعبر عن موقفها من الدعوة للمشاورات اليمنية. بريطانيا تقول إن روسيا كثفت قصفها العشوائي، وسلطات ماريوبل تتهمها باستهداف مدرسة يحتمي فيها المئات. الرئيس الأوكراني يعلن أن الحصار الروسي على ماريوبل إرهاب سيدخل في سجل جرائم الحرب. إلى اللقاء.